للأسف أنه حتى لما بيجي دعم محدود لا يعطى للناس الصح، لا يعطى للناس الصح. أنا أمير العدوان، ولد الشيخ أبو قاتل العدوان. هبت العدوان ما يحميها غير البارود. ما أدري وش اللي صار. يوم إني خذيت المية من يده حسيت إنه قلبي بين طلوعي. الديرة تنخى رجالها البيع الأرواح، تنخى نشامة جارهم طال الرماح. عناك أبو عقاب، البلاد ما تاسع الدين وأنا خلف، هذا حنا برض. مساكم سعيد متابعينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو. أكيد مستمرين معكم بطرح أهم المواضيع والقضايا وأبرز الشخصيات. بداية أقول كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية دائما بألف خير، وأدام الله علينا الأفراح والأعياد ونعمة الأمن والأمان تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله بن الحسين الثاني حفظه الله ورعاه. أما حلقتنا لليوم فهي مميزة باستضافة أحد أهم مخرجين الوطن العربي، صاحب توقيع أضخم الأعمال الدرامية وخصوصاً الأعمال البدوية. عندما يظهر اسمه على شارة أي عمل نعلم بأن هذا العمل من أبرز الأعمال وسيرسخ وذو قيمة عالية. رحبوا معي بالمخرج والفنان الأردني بسام المصري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، ويسعد مساك ومساء المشاهدين الكرام. وبحب أهني مملكتنا العزيزة بالأعياد، وأهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني أكون على منصتكم. أكيد إحنا نتشرف بوجودك في المنصات الإعلامية، يعني هذا شرف عظيم لنا صراحة. وأنا بتشرف أني أكون وتطرح تعطوني المجال أني أحكي ما عندي، نفضفض مع بعض. أكيد. ونحكي عن درامتنا الأردنية. أكيد هو سبب وجودك اليوم بهالحلقة جدا مهمة صدقاً، ومن زمان عم بفكر، بس بعرف كنت أنت مشغول أنه تكون معنا بأحد الحلقات من قبل رمضان أو خلال رمضان، بس بعرف كنت أنت مشغول بتصوير أحد المسلسلات اللي ما تم عرضها للآن. أكيد رح نحكي عنها بشكل بسيط، بس أنا بدي أبلش بالأول معك بشغلة. تفضلي. دخلت لوالدتك بشهادة محاسبة، الآن من أهم فنانين ومخرجين الوطن العربي، شو جاب المحاسبة للفن؟ الفترة اللي تخرجت فيها بالتوجيهي كانت شغلة المحاسبة من أهم الشغلات اللي بالأردن ومجالاتها مفتوحة بالأسواق. الوالدة الله يرحمها أصرت إني، قالت لي لازم تدرس محاسبة. الحمد لله أنا كنت راضي والدين، فما ما بقولها لا، فقلت لها أمرك يا حجة، اللي بدك إياه بيصير. فدرست محاسبة والحمد لله كنت من المتفوقين كمان بالمحاسبة، وأخذت الشهادة. فجيت عليها وقلت لها يا حجة هذه هدية إلك. أما أنا تركيني في في مجالي وعالمي، في مجالي في أشياء وعالمي وأشياء اللي أنا بحبها والأشياء اللي أنا بعرف حالي بقدر أخدم الوطن وأخدم الإنسانية من خلالها. شو اللي بدك اياه؟ قالت لي شو اللي بدك اياه؟ قلت لها بدي ادرس الفن. صار رفض كبير منها ومن العائله انه لا وحرام وعيب، وشو بدك تسوي لنا؟ وبدك تصير مثل الرقصات وتصير مثل، مع احترامي للجميع يعني. بالتالي واللي كانوا يعني يشوفوه، احنا كعائله شويه هيك محافظين اللي كانوا يشوفوه على خاصه بالافلام الاجنبيه والافلام المصريه والى اخره، ويقول لك انه هيك الفن وهيك والى اخره، فكان بالنسبه لهم هذا شيء حرام ومرفوض وعيب والى اخره. قلت لهم لا، انا رسالتي راح تكون مختلفه تماما، انا رسالتي راح احمل رساله وطن، راح احمل رساله ثقافه، راح احمل رساله عادات، راح احمل رساله تقاليد، راح احمل هذه الرسائل. وهذا الشيء اللي قدرت تاديه فعلا، واحنا وهذه احنا بحاجتها. نعم. بحاجه ان نقدمها. فرفضوا، ظلوا على رفضهم، فاضطريت اني اصير اشتغل وادرس في نفس الوقت يعني. والحمد لله درست في كليه الخوارزمي، درست الانتاج والاخراج التلفزيوني وتفوقت الحمد لله، وكنت الاول على التخصص،
وبعدها عطول انخرطت في الوسط، دخلت في مهرجان المسرح، مهرجان الكليات المجتمع للمسرح، واخذت اول شهاده وكانت جائزة افضل اخراج. بعدين انتقلت منه للتلفزيون، فبقيت محافظ على التلفزيون وعلى المسرح في نفس الوقت، الى ان يعني خلينا نقول انه انعرفت كمخرج تلفزيوني اكثر من مخرج مسرحي. طيب هلا بدنا ندخل كونك يعني مخرج ومن فتره طويله وايضا فنان، الدراما بين الماضي والحاضر شو بيفرق؟ شوفي الدراما بالسابق خاصة قبل الفضائيات كانت تلفزيونات، كل دولة لها تلفزيونها الحكومي وتلفزيوناتها الخاصة. صحيح. وإلى آخره، فكانت الإنتاج كان كثير عندنا بالأردن، ولدرجة أنه أنا بذكر أنه في هذه الفترة أني كنت أخرج من مسلسل أخلص تصوير ليلي وثاني يوم الصباح عندي دخولي بمسلسل ثاني، لأنه كانت المحطات التلفزيونية كانت كثيرة، عدد الدول العربية كان 23 محطة يعني. لا أنا وكانوا هذول المحطات دولة. وهذه المحطات بكل دولة كانت بحاجة إلى أعمال، بحاجة إلى ساعات. فكان المسلسل الواحد يوزع إلى 20 أو 18 أو 17 قناة، فبالتالي كان في الشغل كثير ومتواصل. أفرز في هذه الفترة كثرة شركات الإنتاج. صحيح. كثرة كتاب الدراما كانوا كثار، الممثلين كان دائما نخبة، وكانوا دائما بحاجة إلى تجديد وتجديد، لأنه الأعمال تطلب بها ممثلين. أكيد. فبالتالي كان لابد، أنا خليني أقول في هذيك الفترة من الكم طلع الكيف. الله. يعني من كم الأعمال اللي بثت، ما بقول إنها كانت كلها متميزة، ولكن كانت يعني أشكر كل من عمل في هذه الأعمال السابقة، ولكن من كم هذه الأعمال طلع عنا كيف وطلع عنا تميز، فأصبح يقال إنه الدراما الأردنية جنبا إلى جنب الدراما المصرية، جنبا إلى جنب، كانت حتى أهم من الدراما السورية. صحيح. في هذه الفترة. صحيح. لا شك إنه بعد أزمة الخليج اختلفت الصورة، وظهور الفضائيات اختلفت الصورة أكثر وأكثر، الفضائيات أصبحت لها متطلباتها، يعني أصبح العمل اللي يبث على فضائية يشاهد في كل الوطن العربي، فأصبح أصبحت مجال التوزيع أصبح أقل بالنسبة للمنتجين، فبالتالي قلصت عنا عدد المنتجين، قلصت عنا عدد الكتاب، قلصت عنا عدد يعني يمكن كنا نحكي قبل اللقاء انه كنا انه عدد الممثلين اصبح يعني محصور. صح، محصور وما في تجديد. مزبوط. وما في تجديد. مزبوط. لانه ما في فرص عمل، ما في اعمال تلفزيونيه، ما في اعمال كافيه تستقطب الوجوه الجديده. أيوة. والمواهب. فعشان هيك انا بقول انه الله يرحم ايام زمان، ولكن حتى لكل، خلينا نقول لكل زمان دولة ورجال، يعني حتى هاي المرحلة بحاجة إلى تكاتفنا جميعا لنبقى. صحيح. على الساحة. صحيح. لنبقى متواجدين. هلا التكاتف بده يكون من أكثر من جهة. التكاتف لازم يكون من كل الجهات، يعني بدءا من الجهات الرسمية الحكومية للجهات الخاصة الإنتاجية، حتى الإعلام يجب أن يكون له دور. الإعلام إذا ما حكى عن العمل الفني. صحيح. أشاد فيه أو انتقد العمل، أظهر سلبياته وأظهر إيجابياته، ما بيصير هناك تطور. صحيح. فإحنا بحاجة لتكاتف كل الجهود، نقابة الفنانين تحط إيدها بيد الهيئة الملكية للأفلام. ويبحثوا وزارة التخطيط، وزارة المالية، أنت بص الأعمال الدرامية بحاجة إلى أموال. صحيح. إذن بحاجة لإمكانيات دولة مشان نقدر نرجع. صحيح. على الساحة العربية والساحة العالمية، لأنه إحنا قادرين، تواجد الفنانين والكتاب والأدباء والشعراء والفنيين. صحيح. إحنا عندنا كم، فبالتالي لو في هناك فرص ستظهر الأعمال الدرامية، رغم انه احنا قاعدين بنقول انه كل فتره يا دوب قاعد بيظهر لنا عمل او عملين. أيوة. واحنا كنا قادرين. مزبوط. انه نكون عندنا 5-6 اعمال على الاقل متميزه. صحيح. يعني تعقيبا على كلامك، انه بعض الاشخاص او بعض الجهات تعتبر ان الدراما هي مشروع جمالي، ما بيعتبروه انه هو شيء اساسي في اقتصاد الدوله، يعني من الاشياء الاساسيه اللي. نعم. كان بيوصل رساله.
أكيد بوصل معلومة، بوصل هدف. فقلة الإنتاج وقلة السعي الترابط بين الجهات اللي لازم توفر هذا الشيء، سواء لمنتج، لمخرج، لكاتب، لممثلين، لأعمال مطروحة، لاستقطاب أيضا شباب ووجوه جديدة، فهو مش شيء جمالي مجرد أنه مش ضروري دعمه. لا، هو يعني شوف، هو دور من أدوار الفن هو الجمال والبحث في عالم الجمال، دور من أدوار الفن. أكيد أكيد. ولكن أنا بقصد ولكن إن هو مش العمل إذا لم يكن هدف، نعم، يحمل أهداف، يحمل رسالة، إذا لم يكن قادر على التغيير نحو الأفضل، ودائما البحث نحو الأفضل، هذه مهمة كل إنسان سواء كان فنان أو غير فنان، أنه نبحث دائما عن الأفضل. صحيح. الحياة، الله خلقنا في هذه الحياة مشان نعمر هذا الكون، كيف بدنا نعمره إذا احنا ما بحثنا دائما عن الأفضل؟ صحيح. ووصلنا دائما للأفضل، وما رح نوصل للكمال. نعم. الكمال لله سبحانه وتعالى. أكيد. ولكن احنا يجب أن نبحث عن الكمال، فهذا دور من أدوار الفن. لا شك أن الفن إذا لو أخذ دوره الفن سيدر بعوائد كبيرة على الوطن طبعاً، أكيد، وعلى المواطن. أكيد. وعلى السوق. صحيح. وسيجلب مستثمرين حتى من خارج الوطن للاستثمار في الوطن، بيأثر على السياحة، على المستثمرين، على الاقتصاد. والسياحة. كثير من دول العالم ما انعرفت إلا من خلال عمل تلفزيوني. كثير أماكن سياحية ما انعرفت إلا من خلال العمل التلفزيوني. العمل التلفزيوني قادر إنه يوصل لكثير للبعيد والقريب. فبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام مشترك من كافة الجهات، بدءا من الجهات الرسمية، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة. صحيح. حتى وزارة التخطيط، وقلت وزارة المالية، التلفزيون الأردني، نقابة الفنانين، المنتجين الخاصين في الأردن. صحيح. الفنانين، الإعلام، نحط يدينا كلنا بدين بعض، وخلينا نقول يا الله، ونبحث عن درامتنا اللي أصبحت حاليا هي شبه مفقودة، إذا لم تكن هي مفقودة على الساحة العربية. للأسف أنه كثير بزعل أنا لما بسمع في مهرجانات وتقال وإلى آخره، بيقولوا الدراما المصرية، الدراما السورية، الدراما الخليجية، حتى الدراما الأردنية انتست تماما. حتى هي للأسف أنه هلأ الدراما للأسف سر للخلف، متى نعم. تستفيق؟ ما هي مش موجودة. نعم. يعني مش موجودة. نعم. بالعكس عم تمشي. وإحنا قادرين. وعالم الفن مش محصور على حدا. عالم الفن والإبداع هو محصور على موهبتنا وقدراتنا. نعم. المواهب موجودة، باقي أين القدرات؟ أين القدرات؟ رح نحكي في موضوع القدرات. أين القدرات؟ نعم. لكن بعد الفاصل أستاذ بسام، رح نكون معكم مشاهدينا الكرام بفاصل وراجعين. لا إله الأولى. ابن البكر شاب هاشمي واعي وعارف انه هو منكم وإلكم، وزي اي ام انا من زمان بحلم انه اشوفه عريس. حسين ابنكم، انتوا اهله، وهذا عرسكم. واخيرا صار عندي كنة، بس مش اي كنة، ما شاء الله عليها رجوة، يعني جد غلاوتها من غلاوة ايمان وسلم. عزة، أنا بعرف، أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف أنتي كيف شعري، بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين
وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها. رجعنا معكم متابعينا الكرام، وأكيد مكملين حوارنا مع المخرج والفنان الأردني الرائع بسام المصري. كنا نحكي عن القدرات، أين نعم. القدرات قبل الفاصل؟ والله شو بيحكي لك، القدرات أولا بدنا مسؤولين يكونوا مؤمنين بالفن ودوره وضرورته، دوره وضرورته، دور نعم. للأسف بتحاقب الوزارات الأردنية ما بنلاقيهم، ما بنلاقيهم اللي مأمنين بالفن، حتى لو تواجدوا بنصدموا إنه بقول وبصدمونا معهم لما بيقولوا ما في ميزانية. طب هي دائما هاي. طب ليش يعني سؤال ليش يعني ليش في ميزانية للتعليم، للصحة، حتى الشوارع والأسفلت، كل شيء في الحياة في الأردن له ميزانية، إلا الفن ليش ما له ميزانية؟ طب الفن بالذات ومشاريع الفن لو تنجز بشكل صح قادرين على إنه المسؤولين يجلبوا لها الميزانيات من كل الدول، حتى دول العالم عندها مجالات دعم للدول النامية بمجالات الثقافة. الثقافة سلاح مهم لكل مواطن طبعاً. لو آمن المسؤول بهذا الدور أكيد سيتغير النظرة وسيتغير السعي للبحث نحو ميزانية، ويبطل يقول والله ما عندنا ميزانية. للأسف وهي فعلياً المعضلة اللي بيواجهها الفن الأردني دائماً إنه ما في ميزانية، في مواهب كتير وفي محاولات كتير بس من نفس الأشخاص. طب إحنا بدنا دعم للكل في مجال الفن، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك قبل حكينا إنه في دول ما كانت معروفة أبداً اللي وصلها الدراما والفن. نعم يعني الفن بالذات، خلينا نقول العمل الفني والعمل التلفزيوني احنا بحاجه للدعم لاول مره. بعد هيك العمل سوف يسوق، العمل الجيد يسوق، بيجيب دخل بيعمل دعايات. القناه اللي بتبث عمل بتاخذ العمل قادر انها تجيب دعايات اكبر من ميزانيه العمل نفسه. هذا الشيء صحيح. العمل اذا سوق قادر انه يجيب قد ميزانيته مرتين وثلاثه واربعه وخمسه ممكن. صحيح. فبالتالي احنا بحاجه لدعم لاول مره، يدعمونها أول مرة بأعمال قوية. للأسف أنه حتى لما بيجي دعم محدود لا يعطى للناس الصح. أيوة. مصيبة. هاي جملة جدا مهمة، يعني حتى لما يكون في دعم لا يعطى للناس الصح، رغم أنه الدعم العمل الدعم بسيط ولكن لا يعطى للناس الصح، بحيث أنه أصبح عند المسؤول اللي دعم اللي اشتغل على الدعم وإلى آخره، لما ما بيلاقي نتيجة بقول هيا احنا دعمناك وانتو ما عملتوا شيء. المأساة انه بتقع على مين؟ على ايد المسؤولين اللي مسؤولين عن هذه الأعمال، اللي اختاروا الجهات الإنتاجية، اللي اختاروا المخرجين، اللي اختاروا الفنانين، اللي اختاروا. فبالتالي احنا عارفين بعضنا وعارفين من القادر على انه يقدم عمل يسوق ويجلب مشاهدين لكل ودخل. فبالتالي المأساة انه في بعض الاشياء تعامل بشكل شخصي ولا تراعى مصلحة الوطن ولا مصلحة الدراما. هاي مصيبتنا. كثير من الاعمال يعني لو شاهدنا بالاربع خمس سنوات الماضية كان في انتاجات رسمية، صحيح، كان في انتاجات حكومية، صحيح، ولكن اعمال لم ترتقي إلى المستوى بحيث أنه نقول والله عندنا دراما وإحنا قادرين نقدم. تيجي على شركات خاصة أحيانا، شركة خاصة بإمكانيات أقل من إمكانيات الدولة لا شك، ولكن بإمكانياتها بتقدم عمل
وقادر على التميز وبنحكى فيه أكيد. وحتى من الأعمال المميزة لحضرتك شخصياً اللي هي نمر بن عدوان، عودة وداية، توم الغرة، يعني مجموعة من المسلسلات اللي رسخت وما زال بينحكى فيها، كانت إنتاج خاص. نعم، يعني مع احترامي للمركز العربي اللي أنتج هذه الأعمال، وأحب أشكره إنه قدم هيك أعمال. أليست الدولة قادرة أنها تقدم هيك أعمال؟ صح. عودة بوتاية شخصية أردنية، أكيد طبعا، لما تقدم شركة خاصة وتجلب من وراه أرباح وسمعة وإيراد من وراء المسلسل، ليش الدولة نفسها ما تقدم هيك أعمال، أعمال على سوية، أعمال ذات خاصة، أعمال يقال عنها أعمال أردنية فيها خصوصية أردنية. الثورة العربية الكبرى حتى لما قدمناها قدمناها بشكل باهت، مصيبة. أنا شكرا لصراحتك على يعني عم ما تحكي الصراحة، لأنه إحنا لأنه غيرتي على وطني وغيرتي على درامتنا الأردنية بتخليني أكون صريح. نظل ساكتين ونقول لا. والله احنا قدمنا لا. واحنا ما قدمنا، مصيبة. احنا لازم نحط ايدنا على الجرح، الجرح موجود واحنا الكل عارفه، سواء مسؤول او اعلامي او فنان، او الكل عارف وين هو الجرح، فنحط ايدنا عليه ونعالج هذا الجرح، ونقول انه خلينا نعود بدرامتنا الأردنية الى الواجهة مثل ما كنا كنا بالسابق رواد، اصبحنا الان غير موجودين على الخارطة، او على مصيبة. صحيح، خصوصا انه في منافسه شرسه كل رمضان بالدراما بين الدول، مش عم نلاقي وين الاردن وين الاعمال، دائما بس احنا نتجه للدراما البدويه، وللاسف بعض الكتاب بياخذوا من الروايات العالميه وبيحولوها لمسلسل بدوي، وهذا بيعمل اسقاط على الموروث الشعبي للاردن، بس صار الموضوع تجاري، يعني ممكن جاء يعني خاصة تنتجه. يعني هنا يعني خلينا اقول لك، الاعمال دائما اللي بتستند على تراث، العمل البدوي اذا ما استند على تراث بالضبط ما بكون عمل بدوي. نعم صحيح. هو بكون بيعطيك شكل بدوي، ولكن بس المضمون أبداً. المضمون مش عمل بدوي. احنا مشان نطلع من قالب العمل البدوي ونطلع ونرتقي بالعمل البدوي، يجب أن من الذي سيرتقي بالعمل البدوي أن يكون أولا في باحث، أول باحث وعنده باحث. وعنده أيوة. الخبرة والمعرفة أيوة. بالعادات والتقاليد والأصول صحيح. والقصص البدوية، وبالتالي يستطيع أن يطور ويرتقي. كثير صرنا نسمع أنه والله فانتازيا بدوية، صحيح. كثير صرنا نسمع كوميديا بدوية، للأسف. أخي أنا معك، أنا مع البدو، البدو عندهم الضحكة وعندهم المزحة وعندهم مش بالقالب اللي بيتقدم. أيوة، مين اللي قادر أنه يقدم الفانتازيا البدوية أو يقدم الكوميديا البدوية؟ من له خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد، ما بصير والمواقف أكيد. والمواقف، بالتالي إحنا ممكن نرتقي بالعمل البدوي ونتطور فيه ويكون، والحمد لله احنا تميزنا بالعمل البدوي، وهذا شيء فخر أكيد. هذا فخر أكيد. للاردن انه ان تتميز بالعمل البدوي، فخر انه ما حدا بالدول العربيه جميعها قدرت تتميز بهذا العمل، بهذا العمل الا الاردن. مزبوط. فبالتالي فلنحافظ على العمل البدوي اللي احنا متميزين فيه، متميزين صحيح. فيه ونرتقي صحيح. فيه ونطوره، ولا يبقى هو بيت شعر وخيمة وغدير وإلى آخره، ولكن فلنرتقي بالقصص الموجودة، بالشعر الموجود، بالهدف بالزبط. الموجود من العمل بالضبط. هلأ أنا بعرف كمان طبيعتك وشخصيتك أستاذ بسام، أنت لما بتقرأ النص والاعتماد الدائم الأكبر على النص، نعم، لما يقرأ المخرج بلاحظ عندك شغلة دائما، ترفض العمل اللي هو مش البدوي، مش اللي بيحكي عن القصة الحقيقية، وانت بتدرس كمان الشخصية. نعم. مش مجرد انه ناس عم بوصلك وعم بتأدي كمخرج، لا، انت بتقرأ وبتبحث عن كل شخصية وعن تاريخ الشخصية. نمر بن عدوان اخذ يعني صيت وما زال نعم. ينحكى فيه، وانت حكيت عن الشخصية بكذا لقاء، انت بحثت عن نفس الشخصية، والله يرحمه ياسر المصري. نعم. الله يرحمه، الله يرحمه. كانت كان أدى الدور بشكل رائع، وانت حكيت في أحد اللقاءات هو نمر بن عدوان هو أحد شخصية عاشق. نعم.
أداها بالطريقة العشق البدوي. العشق البدوي. مش الفانتازيا أو مش نطلع برا الإطار البدوي والعادات والتقاليد. نعم، نمر بن عدوان كانت شخصية أصلاً هي شخصية جدلية. نعم. كشخصية نمر بن عدوان شخصية كان باحث، نفسه نمر كان باحث، كان باحث عن التغيير. أيوه. عن التجديد، عن التطوير. يعني كان إنسان راح درس بالطفولته بالقدس، درس بالأزهر، فرجع بعقلية البدوي المتفتح الذي يبحث عن التغيير والتجديد والبحث عن الأفضل دائما. فكان نمر بن عدوان لا شك أنه لما قدمناه أخذنا هذه الروح نفسها في نمر بن عدوان. عشان هيك نمر بن عدوان لا زال حي رغم أنه حوالي صار له 20 سنة تقريبا لما قدمناه، ولكنه لا زال حي ولا زال يبث على كثير من القنوات والفضائيات. صحيح. فإحنا بحاجة إلى هذه الأعمال التي تعيش، مش العمل الذي يبث لأول مرة وينسى. في ناس عم تحكي في انتقادات لبعض المسلسلات البدوية. نعم. طبعاً إنه طبعاً ما احترامي للكل، أنا مش موجودة هون لأنتقد، أنا بوجه يعني الصورة تكون أفضل لإلنا وكبلد ولسمعتنا وللأعمال. نعم. اللي بنقدمها مع شح الميزانيات. لما نقدم شيء يعني كتير عم بسمع ناس بقول لك هذا بدوي، ليه هيك طالع الممثل؟ انه كان في عندهم مثلا صار منك بوتوكس ايام زمان، كان في فيلر، كان في انه حتى يعني بطل في الاشكال الطبيعيه، خلينا نقول للمرأة البدوية للرجل البدوي. صح. للعادات والتقاليد اللي احنا هاي ارث المفروض احنا نحافظ عليها من خلال الاعمال ونبرز الشخصيه بدورها المهم. نعم. شو ادى شو عمل يعني بالنسبه للعادات والتقاليد اللي بيعتمد عليها العمل البدوي بشكل كبير، اصلا هي لا زالت تعيش فينا حتى في بيوتنا رغم انه صرنا ببيوت حجر وعمارات. صحيح. وفلل. صحيح. والى اخره. لا زال انه اكبر مشكله قاعد نحل فنجان قهوه، وهذه من العادات الباديه، القضاء العشائري. لما بنيجي على الزواج ما بصير زواج الا بفنجان القهوه، فهذه من عاداتنا، معادات البادية اللي ترسخت فينا. فبالتالي حلو ان نظل نشوفها دائما بالعمل البدوي وما نتعامل معها بابتذال، لان هذه شيء اساس. أشكرك. العمل البدوي يجب ان يكون له اسس وقواعد ومستند على ارث عميق وعظيم، فبالتالي يستند على هذه ثم يتطور ونشوف كيف الحياة واهدافها وكيف رح نوصل ونبحث عن الأفضل دائما والتغيير نحو الأفضل. هذا العمل البدوي. إذا تناولناه بهذه الصورة نحن نستطيع أن نرتقي بالعمل البدوي. صحيح. ولا يبقى بصورته التقليدية اللي تعودنا عليها أو صرنا نشوفها أو صار كثير من الناس ينتقدوها. بالضبط. ينتقدوها. بالضبط. إحنا عشان نحكي هذا الكلام حتى نقلل من انتقاد الناس، مش بس اللي بيحضر من الأردن. نعم. صار المواطن ذكي، يعني المشاهد العفو منك ذكي جدا، بيقدر يميز، بيقدر. في ناس بتعيش بالعادات والتقاليد وعارف. نعم. شو العادات والتقاليد. نعم. لما هو بيمتعد من مشهد معين هو منطعد من فراغ كمشاهد. أكيد طبعا، ومن حقه أنه يمتعد. أيوة بالضبط. من حقه أنه يرفض. لا شك احنا قلنا على دور من بالدراما. بالضبط. من ضمن اصحاب الدور الرئيسي المشاهد الذي يقبل. أيوة. الذي يقبل. اذا رفض المشاهد، يرفض اول مره ويرفض ثاني مره ويرفض ثالث مره، سيجبرنا نحن الفنانين والمسؤولين والى اخره على البحث عن الافضل. ايوه صح. فحتى كمان المشاهد إله دور. ملام اذا قبل بالشيء السيء. نعم. طيب بدي انتقل للدراما بشكل عام. نعم. عم نشوف هلا اشكال الوان على التلفزيونات. يعني ما بعرف شو رايك باللي انطرح برمضان مثلا، خلينا نقول يعني للاسف ما شفنا شيء يرتقي الى المستوى. ما شفنا شيء يرتقي الى المستوى، بحيث انه مع احترامي لكل من عمل في هذه الاعمال، ولكن انا بتمنى من كل فنان غيور انه يكون عنده كلمه لا قبل الا. بالضبط. انه يقول لا اذا ما كان سيجدي نفعا للوطن وللدراما وللحركه الفنيه وللمشاهد، اذا ما كان سيجدي نفعا انه الافضل يقول لا. نجي نقول انها مساله ارزاق. الارزاق على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق ويرزقكم حيث لا تحتسب. صح. اذا
فبالتالي اللي بيقتنع انه رزقه من الله سبحانه وتعالى ومش من فلان ولا من مؤسسه ولا من منتج ولا من غيره، اللي بيقتنع بيكون قادر انه يقول لا. اما نظل نقول والله اجار البيت مضطر اني اوافق، لا يا اخي انت مش مضطر، ولا واحد مضطر. اذا المنتج اخطا وطرح عمل لا يرتقي ولا يقدم شيء، بنكون كلنا ساهمت، بنكون كلنا ملامين اذا طبعا وافقنا واشتغلنا هذا العمل طبعا. فيجب انه الكل يرفض، نرفض ونبحث عن الشيء الجيد عشان نقدر نعود. انا بتمنى انه هاي الحلقه انها تعمل صدى ان شاء الله، وخصوصا انت مش اسم سهل، وانا جدا بفتخر فيك يعني جدا كمخرج وكانسان، بعيدا عن الفن كانسان راقي رائع محترم جدا. الله يخليك يا رب. وهاي الصفات اللي احنا بنفتخر فيها كمان. بدي نحكي شوي هيك عن المسلسل اللي ما انعرض برمضان، العيدروس. يعني احنا عملنا مسلسل للمركز العربي بعنوان العيدروس. شوف انا تجربتي مع المركز العربي كثير بعتز فيها. في الوقت اللي بعد أزمة الخليج أصبح ما في أعمال درامية واختفت تقريبا الدراما الأردنية عن الساحة وإلى آخره، فكر المركز العربي بتقديم شيء مهم ويعود فيه للساحة العربية بدراما أردنية كاملة، من كتابة وإخراجا وتمثيلا وقصة وإلى آخره. فقدم نمر بن عدوان، أعاد الدراما الأردنية للساحة العربية. صحيح. بعد 4 سنوات تقريبا، بعد السنة اللي بعدها قدم عودة أبو تاية. عودة أبو تاية، وعودة أبو تاية بنعرف شو بنعرف قديش، وحكينا عنه قديش عودة أبو تاية قديش حصل جوائز للأردن، 7 جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة، 14 للإعلام العربي. فكان عمل عظيم وأشار إلى الدراما الأردنية أنها موجودة وحية وستعود. للأسف ما لقينا جهات رسمية أو غير رسمية إنها تدعم في هذه في هذا الاتجاه. رجع المركز بعد 4 سنوات تقريبا وعمل مسلسل توم الغرة بصورة بدوية عفوا بتطوير للشكل البدوي وللعمل البدوي. يعني أنا بحب أتذكر صديق إلي مخرج بقول لي سمعت عن مسلسل توم الغرة إنه عمل جميل، فحبيت أحضره على النت. فقلت خليني اشوف لي حلقه حلقتين اشوف العمل. فبقول فتحت العمل فسحبوا هذه، سحبت 11 حلقه. الله. فليلت الدنيا، فروحت على البيت وانا بفكر وانا بفكر بالمسلسل كيف بدي ارجع ثاني يوم عشان اكمل المسلسل. وثاني يوم من الصباح حطيت المسلسل وبديت احضر واحضر احضر كمان 11 حلقه، وجيت ثاني يوم كملت، ثاني اليوم الثالث كملت المسلسل وانا مش قادر افارغ اثاره العمل. لا شك أنه عمل توم الغرة كان من الأعمال المتميزة، وأنا بفتخر أني قدمت هذا العمل لأنه نقطة مضيئة في الدراما الأردنية، نقطة مضيئة في الدراما البدوية، نقطة مضيئة في الدراما العربية. غابت الحكاية وأصبح هناك أعمال لا ترتقي للمستوى، لكن المركز العربي حامل الهم للأسف أنه بس بحب أشوف جهات أخرى حامل الهم سواء رسمية أو غير رسمية. طبعاً هي كجهة خاصة أنه شو بده يجيب دعم، فكر أنه كيف يقدم كمان أنه يقدم عمل يعود فيه بالدراما الأردنية ويشير إليها بالبنان مرة أخرى وإلى آخره. فقدم مسلسل العيدروس اللي لغاية الآن الحمد لله خلصنا منه من عمليات المونتاج والمكساج والعمليات النهائية وأصبح جاهز للعرض. عمل كبير ويليق بالمشاهد العربي، يكفي إخراج والحمد لله رب العالمين، ويليق بالمشاهد الأردني ويليق بالدراما الأردنية أنه يقدم عمل بدوي بشكل جديد وبشكل جديد تماما. أنت تقريبا حيكون عرضه يعني لو والله نشرنا أي شيء. شوف يعني لا شك المركز العربي جهة خاصة. أيوة. فبالتالي يعتمد على يعتمد على التسويق وبالتالي. أيوة. الموضوع عندهم مثل يعني حيكون بأيام عادية أو برمضان الجاي حسب هم يعني كيف يسوق العمل، متى يسوق بكون العرض، وهذا بيد المركز العربي يعني. أكيد. وأنا بتمنى أنه يلاقي الوقت المناسب لعرضه وبثه ليصل لأكبر كم من المشاهدين، لأنه إن شاء الله سيكون عمل من الأعمال المميزة
التي تشير بالبنان إلى الفن إلى الدراما الأردنية، ويقول وقتها سنقول إنه قادرين نعود إلى الساحة مرة أخرى. أكيد إن شاء الله بإذن رب العالمين. في أحد اللقاءات أنت قلت ما في نقاد، الناقد اللاذع هو الصحفي أو الإعلامي فقط لا غير، أين النقاد؟ دائما بقولها، أنا بقول إنه المسؤولية مشتركة. أنا كفنان إذا قدمت عمل ولم أجد من ينبهني إلى أخطائي، أين أتجه الأخطائي وضعفي وإلى لا شك أنا كل إنسان، ما في إنسان كامل، كل إنسان عنده أخطاء وكل إنسان عنده، أنا بحاجة إلى من يقول لي هذا خطأ وهذا وإلى آخره، وأنت قادر على التطوير أكثر في هذا المجال وفي هذا المجال. هذا دور الإعلام ودور النقاد. للأسف ما في نقاد، يعني أو خلينا نقول ما بدي ألغيهم، هو فيه موجود بس ولكن قلة قليلة التي تشير إلى الشيء الصح. ولكن أما إنه النقد مش تجريح، أكيد طبعاً مش تجريح، يعني ما بدنا نجرح بعضنا وإلى آخره. إذا كان هدف الإعلامي والناقد نفس هدف الفنان اللي قدم الارتقاء العمل، والسمو بخط واحد بخط موازي، فلنرتقي بهذا الهدف، نرتقي بالهدف، نصل مع بعض. صحيح، واحنا قادرين ان نوصل، وقادرين انه واحنا بحاجه الى الاعلاميين، الاعلام اللي هم مثل ما بيشيرونا الى اخطائنا وضعفنا والى اخره، هم بيشيرونا الى بحثونا على التطوير على التطوير نحو الأفضل دائما، بوصلوا الحقيقة دائما للمشاهد. صحيح. لأنه مش كل مشاهد، كمان ما احترم لكل المشاهدين، مش كل مشاهد يقرأ بطريقته، ولكن الناقد قادر إنه يقرأ بطريقة بطرق أخرى. فهذا دوركم أنتم كإعلاميين. أكيد. إن شاء الله إحنا رح نستمر معكم بخط واحد حتى نقدر نغير. نعم. يا رب إنه نقدر نغير ونوصل للأفضل في الدراما اللي إحنا بنغار عليها. نعم. يعني هو هدفنا واحد. نعم. سواء إحنا كجهة إعلامية أو أنتم كمخرجين وفنانين ومنتجين، إحنا غيرتنا على بلدنا. نعم. على درامتنا. نعم. إنه هي شيء من الضروريات. نعم. اللي ممكن تنعش كمان اقتصاد البلد مثل ما ذكرنا في خلال أكيد. حلقتنا. أكيد. رسالة بتوجهها من خلال منصات الإعلامية لكل اللي عم بتابعك. يعني أنا بشكر كل من يتابعني أولاً، وبوعدكم يعني أني ما أحيد عن الخط، أنا أخذ طريق أنه دائماً أقدم دراما متميزة، سأبقى أرفض ما هو رديء، سأبقى على العهد إن شاء الله، ودائماً أعدكم دائماً بالشيء الأفضل، وبتمنى من المسؤولين أنه تكون عندهم الغيرة وحب للوطن، إذا وجد حب الوطن من المسؤولين ومن الإعلاميين ومن الفنانين ومن كل وإلى آخره، قادرين أن نوصل لنتيجة أفضل ونحلق عاليا في سماء الوطن العربي وفي سماء العالم، حتى كراية أردنية مجيدة كلنا بنعتز فيها وبنعيش تحت ظلالها. طبعا بشكرك أستاذ بسام، ومبسوطة جدا وإلي الفخر بوجودك معي اليوم بسوشو على منصات الإعلامية. شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا يعني، وبشكركم جدا، بشكرك أنت كمقدم لهذا البرنامج الجميل، وبشكر منصات وبشكر القائمين على هذا العمل، وإن شاء الله دائما نحو الأفضل. إن شاء الله يا رب، وإيد بإيد لنحقق هدف سامي بإذن رب العالمين. شكرا لك. شكرا. الله يخليك يا رب. شكرا. شكرا لكم متابعينا الكرام، وأكيد استنونا بحلقة جديدة في برنامج سوشيال الأسبوع الجاي.